إنها دولة قطر الرائدة في التطور والحداثة، ينعم شعبها بالاستقرار والطمأنينة في إطار من الازدهار الاقتصادي والعمراني. وقد حدث هذا النمو اللافت نتيجة تخطيط شامل منظم وجهود جبارة لتحقيق تحديات التنمية المستمرة والنهضة الشاملة في البلاد. لقد بدأت مهمة بسط الأمن مع تاريخ تأسيس الشرطة النظامية الأول في قطر عام 1949، وكان مقره وسط مدينة الدوحة، وأخذ يزدهر مع ازدهار البلاد إلى أن أنشئت وزارة الداخلية عام 1970 لخدمة المواطن وأمنه، واستمرت تكمل دورها في تحقيق الأمن والنظام في أرجاء الوطن كافة. الأخوة المواطنون، استكمالاً لمسيرة الإصلاح والحداثة، رسمنا في عام 2008 خريطة طريق لمستقبل البلاد تحت رؤية قطر الوطنية 2030، ترمي إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها. بادرت وزارة الداخلية القطرية لوضع استراتيجية لدعم رؤية قطر 2030، هدفها إرساء الأمن الدائم في البلاد والحفاظ على الاستقرار. هذا وإن المنشآت الأمنية والخدماتية تنتشر في أرجاء الوطن كافة، لينعم المواطنون والمقيمون جميعاً أينما كانوا بالخدمة والأمان. وقد حافظت هذه المنشآت على تراث قطر العمراني، وهي مجهزة بكامل التقنيات وأحدث التجهيزات والأنظمة التكنولوجية السباقة. إن أمن الوطن هو هدف وزارة الداخلية الأول والأخير، حيث وظفت أحدث التقنيات لإحكام السيطرة الأمنية في الدولة. مقابل الانسيسي من الشارع الآخر تقريباً أشاهد الحادث. يربط نظام نجم ما بين مركز القيادة الوطني ومركز المراقبة المرورية وسيارات الشرطة والدفاع المدني وشرطة الفزعة وأمن السواحل كافة، حيث يتم رصد أي مخالفة أو حادث أو جريمة بسرعة قياسية تتيح لهم حسن التصرف والسيطرة على الوضع. تعمل إدارات عديدة على مكافحة الجريمة بأنواعها كافة، وتستخدم لتحقيق هذه الغاية أحدث التقنيات وأكثرها دقة، حيث تقوم إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية بتحليل الأدلة توصلاً إلى نتائج دقيقة، كما تستخدم نظام العناصر الحيوية بايومتريكس لتسجيل هذه العناصر وتحليلها لأي مواطن أو مقيم في الدولة. هذه الجهود كلها أدت إلى تصنيف دولة قطر في المرتبة الأولى عربياً وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضاً، وذلك من قبل مؤشر السلام العالمي.
تعمل وزارة الداخلية على تطوير قطاع الخدمات بشكل مستمر، حيث وظفت أحدث التقنيات لخدمة المواطن والمقيم على حد سواء في أنحاء الدولة كاملة. وقد تم إطلاق البطاقة الذكية التي تستخدم لإنجاز معظم المعاملات من دون حاجة الحضور شخصياً إلى معظم إدارات الدولة. وتولي وزارة الداخلية أهمية كبرى لمبدأ تكافؤ الفرص والاعتماد على النفس من خلال خدمات متعددة، منها تلك التي تهتم بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وخدمات أخرى مثل خدمة طوارئ الصم. وهي تولي أهمية بالغة لمعالجة أي شكوى أو التماس من المواطنين والمقيمين عبر الإدارات المختلفة المعنية بحقوق الإنسان. كما يتم تسهيل حركة السفر من خلال جهاز المسافر الذكي، حيث ينجز المسافر معاملات المغادرة بنفسه. يعمل تطبيق الخدمة الذاتية متراش للأفراد والشركات مرتبطاً مع خدمات الجوازات والمنافذ والمرور والشرطة المجتمعية للإبلاغ عن انتهاء أي معاملة أو تسجيل أي مخالفة. إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية دولة قطر. ولا شك في أن العمل الدؤوب والتطور المستمر جعلا من قطر دولة رائدة في قطاعات عديدة ومختلفة، بحيث حققت نجاحاً مبهراً في مجالات كثيرة وحصدت جوائز وشهادات تقدير لجهودها الحثيثة. إنها الرؤية المستقبلية للحفاظ على الأمن والاستقرار والتقدم المستمر، ما يتطلب الاستثمار بالمواطن القطري لتدريب الأجيال القادمة على إكمال المسيرة وتأمين الخدمة الفضلى للمواطنين والمقيمين وصون الوطن.